ساندرز التي سكنت هذا المنزل قد اشترت مصنعاً يظهر هنا. كان ذلك المصنع أعجوبة زمانه. العديد من مصانع الورق شيدت على ضفاف الأنهار، فالماء من المكونات الرئيسة في صناعة الورق، كما استخدم لنقل العديد من آلات الطباعة. هناك مكونات أخرى مهمة يجب توفرها لصناعة الورق عالي الجودة، فقد استخدمت قطع القماش طوال القرن التاسع عشر تقريباً، وكانت لمهنة جمع قطع القماش أهمية كبيرة. في مطلع القرن الثامن عشر بدأوا بالبحث عن بديل لقطع القماش. لاحظ أحد الباحثين قيام الدبور باستخدام الخشب لبناء عشه المكون من الألياف الرقيقة، وقد منحت تلك الحشرة، أولئك الذين كانوا يريدون صنع ورق عالي الجودة، فكرة استخدام الخشب لصنع منتجاتهم. محاولاتهم الأولى لم تلقى أي نجاح يذكر، لأنهم وجدوا أن خشونة الألياف وكبر حجمها يجعلانها غير صالحة لصنع الورق. هذا هو غوتلوب كلر الذي جاء عام 1843 بفكرة طحن الخشب لصنع ألياف أكثر رقة، فكان اكتشاف طريقة طحن الخشب الناجحة نقطة تحول لصانع الورق. لا زالت الطريقة القديمة مستخدمة حتى اليوم، وخصوصا في مجال إنتاج ورق الصحف. مع ذلك فإن الورق المصنع بتلك الطريقة يعتبر منخفض الجودة، حيث يتحول لونه إلى الأصفر بسرعة. حالياً أكثر من 95% من الورق يتكون من السليولوز الخالي من الخشب، رغم أن الخشب يمثل عنصراً أساسياً في تلك الصناعة، فالسليولوز أكثر قوة، كما أن العملية الكيميائية لإزالة اللحاء أثناء عملية الصنع سهلة. مع ذلك فإن المبدأ الذي تم اكتشافه في الصين قبل حوالي 2000 عام لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري. هذا المزيج المعلق المكون من ألياف السليولوز الورقية يتم تشكيله بهدوء في راقود. يتكون منخل التغميس من إطار وشبكة سلكية. كان صانع الورق العرب أول من استخدمه، كما يستخدم هذا المنخل كقالب لتحديد شكل الورق. يتم وضع إطار متحرك على المنخل قبل تغميسه في الراقود، إذ تحول هذه العملية دون تسرب لب الخشب. تمتزج الألياف اللبية مع بعضها في المنخل لتكون صفحة، وتمتاز الثقوب التي في الشبكة السلكية بصغر حجمها، وذلك لمنع الألياف من الانسياب من خلالها. مع ذلك فإن تلك الثقوب تسمح بترشيح الماء. أما لب الورق المتبقي في المنخل فيكبس لاحقاً ليكون صحيفة من اللبات. الورقة جاهزة الآن، حتى إن لها علامة مائية. كانت هذه العملية تتم يدوياً في مصنع زاندرز حتى الستينيات. لا زال الورق الأصلي يصنع بالأسلوب التقليدي، حيث يقوم صانع الورق بغمس منخله في الرقود مثل ما كان أسلافه يفعلون قبل مئات السنين، مستخدماً لب الخشب لمنح الورق صفته المميزة. هذه ورقة مصنوعة باليد لها علامة مائية تعود إلى عام 1570، فكيف تم وضع تلك العلامة على الورقة يا ترى؟ تثبت ألواح خشبية بين الإطار والمنخل الذي تمتد عبره أسلاك صغيرة، ثم يطبع النموذج الذي تشكله تلك الألواح الخشبية على الورقة الجاهزة. المنخل المضلع أقدم أنواع مناخل التقطير، أما العلامة المائية فهي نموذج من أسلاك ملتوية. استخدمت العلامات المائية لأول مرة في إيطاليا، وكان رأس الثور أحد أكثر الرموز شيوعاً في القرون الوسطى. كان رمزاً للدلالة على جودة البضائع في تلك الفترة. كانت هناك أشكال عديدة للرموز كهذا الخط العمودي والمتقاطع. كانت هذه العلامات المائية أشكالاً مميزة للغاية عندما بدأت بالظهور عام 1600. كانت تشير إلى اسم المصنع الذي صنعت فيه الورقة أو اسم مالك المصنع. يصور هذا الشكل رجلاً يقلب صخرة كبيرة بيديه في إشارة إلى اسم مصنع يعني الصخرة المتقلبة. وقد ظهرت العلامات المائية في البداية مرة واحدة فقط على كل ورقة، وكانت هذه هي العلامات المائية الرئيسة.
وبإمكاننا أن نشاهد أمثلة تصور خلية نحل استخدمتها أسرة هولندية اسمها بالإنجليزية يعني العسل. هذه علامات مائية لقيت رواجاً عام 1650 على منخل التغميس. هذا علامة تظهر اسماً، فقد استبدلت الرموز بالكلمات بكثرة منذ عام 1700. خلال القرن التاسع عشر تم تطوير تقنية جديدة لاستخدام العلامات المائية، سميت بعلامة الظل المائية أو العلامة المائية البارزة. وبدلاً من استخدام الألواح الخشبية والأسلاك، كان للمنخل غطاء معدني مصقول تبرز منه العلامة المائية. أضيفت النقوش والصور الجانبية إلى شبكة الأسلاك الرقيقة لإظهار المؤثرات الظلية في الورقة عند وضعها مقابل مصدر الضوء. سمحت هذه التقنية بإعداد الصور الكبيرة كهذه التي تعود إلى عام 1905. تحمل هذه الورقة الاسم الرومانسي البطاقة العاجية. حتى علامات الصور الممتازة أنتجت بهذا الأسلوب. صورة الإمبراطور الألماني هذه تعتبر لوحة فنية بالنسبة للعلامة المائية العادية، وتبين الخطوط الدقيقة في صورة ألبرت شوايتزر تطور العلامات المائية الفنية. هذه التصاميم أعدت وفقاً للصور الفوتوغرافية، وهذا أدى إلى الاحتفاظ بإمضاءات المشاهير كجون كينيدي كعلامات مائية. هناك ما تظهره الكنوز الأدبية على الورق عالي الجودة والذي يحتوي على علامات مائية، وقد طبعت هذه عام 1898. تظهر العلامات المائية كالسحر مع تقليب صفحات الكتب القديمة. صنع الورق لأغراض الديكور، وهذا يعتبر حرفة قديمة مورست في آسيا في القرن التاسع. ويمكن استخدام الأوراق التي تحتوي على أشكال رخامية كهذه الورقة التي تعود إلى القرن الثامن عشر كأغلفة للكتب أو كورق للجدران. بالإمكان معاملة سطح الورق بشتى الطرق لإعداد نماذج وألوان فريدة. ختاماً نشكركم على انضمامكم إلينا، ونرجو أن ترافقونا في زياراتنا التي نهدف من ورائها إلى إلقاء الضوء على المزيد عن عالمنا، فكونوا معنا.